ورشه عمل خاصه بنقص المناعه المكتسب. وعلى بالي يعني على نيتي حال اي يعني ورش عمل نحضرها من ضمن برنامج وزاره الصحه. لين ما صرت وتدبست في البرنامج يعني بصراحه اقول لكم الصدق. وكنت يعني مستبعد حقيقه هذا الوطن الغالي العزيز المترابط المتكاتف المحب بالوجوه الطيبه ان نكون احنا بعيدين كل البعد ولله الحمد عن موضوع الايدز. كان يعني الايدز حال الناس الغرب نقول كذي في خاطرنا احنا. ولكن بدت الايام نحضر ورش والاسماء تزيد عندي من المصابين. واي مصابين؟ وللاسف الشديد اي مصابين؟ مصابين بمرض الايدز. من جراء ايش؟ اعذروني شويه اكون شفاف، من جراء الاتصال الجنسي المحرم الا هو الزنا. شباب شابات ضاعوا في هذا الموضوع ونغمسوا في هذه القضايا. إذن من حقنا الآن نعرف ما هو الإيدز. ما هو الإيدز؟ الإيدز هو فيروس، لو تعرفون فيروس ضعيف جدا لا يمكن يعيش في الهواء الطلق، يدخل بهيئات مختلفة في جسم الإنسان. وين يريد يروح؟ يريد يروح إلى جهاز المناعة. إيش وظيفة جهاز المناعة؟ الكل يعرف، وانتوا درستوا وتعلمتوا وما شاء الله عرف في هذا الحضور أكيد أن من الناس اللي احنا أكثر عنا علما الله يزيدهم، قصده يوصل إلى جهاز المناعة ويحطم جهاز المناعة. لكن جهاز المناعة إيش عنده؟ عنده من يدافع، يدافع عن هذا الشيء اللي دخل. شو هذا الشيء الغريب؟ لكن ايش يسوي هذا الفيروس من خباته؟ هم كاتبين في الكتب وهالعلم يقولون من ذكائه يغير من هيئته، يغير من الغلاف ماله عشان يوصل لهيش؟ لجهاز المناعة، ويلتصق بخلية المحورية اللي هي الخلية المغذية، يلتصق فيها حتى يقتلها. سبحان الله. فعجبني تعريف أحد المحاضرين المخضرمين، ما أنا، إحنا مش محاضرين ولا نرقى نكون محاضرين حقيقة، ما لكن إحنا نوصل رسالة توعوية صحية على الواقع الذي نعيشه. يقول هذا الإيدز مثل الرمة، الرمة النمل الأبيض الموجود، ما تدري وتعلم إلا الباب طاح عليك. سبحان الله، سقط الباب، ما به صار لسنوات ينخر هذا الفيروس داخل هذا الرمة. كذلك فيروس الإيدز، فيروس الإيدز لما يدخل في جسم الإنسان يعمل عمايله. بأي طريقة يدخل؟ بأي طريقة يدخل؟ يدخل بعدوى يكتسبها الشخص الإنسان. هذه العدوى الإيدز ما يدخل بالجلوس بيني وبينكم، الإيدز ما يدخل، ما ينتقل عن طريق المصافحة أبدا. الإيدز ممكن تحضن أي واحد شخص مصاب بمرض الإيدز، تحضنه ما ينقل لك، عكس اللي سمعتوه قبل سنوات عن مرض الـ H1N1، لا تصافحوا لا تخاشموا، صح ولا لا؟ هذا لا، هذا الإيدز سليم جدا جدا سليم. لكن الإيدز إيش الخطورة فيه؟ الخطورة ينتقل عزكم الله وكرم الله ويكم الاتصال الجنسي المحرم، الزنا، اللواط، السحاق، زين، التبرع بالدم من دم ملوث بالإيدز إلى إنسان صاحي، يعني من إنسان مصاب إلى إنسان غير مصاب فينتقل. أيضا الأعضاء، أعضاء مثلا أعضاء جسم الإنسان بعض الأحيان في تبرع بالكلى من إنسان مصاب إلى إنسان غير مصاب ينتقل. من الأم الحامل إلى جنينها ينتقل، من الأم إلى طفلها بعد الولادة اللي هو عن طريق الحليب ينتقل. المتعاطين المخدرات اللي هو الإبر المحاقن الملوثة ينتقل. هذه الطرق التي ينتقل فيها الإيدز، ما ينتقل شيء أبدا غير كذا. والله يجيني واحد يقول اليوم لعبت كورة مع شخص من الأشخاص مصاب بالإيدز وخيفان، لا ما ينتقل. يا آباء يا أخوان
يا أبناء، الإيدز موجود في 4 مكانات في جسم الإنسان، موجود أعزكم الله وكرم الله ويكم في السائل المنوي، موجود في الفرازات المهبلية، موجود في الدم الملوث بالإيدز، موجود حليب الأم المصابة بالإيدز. 4 مكانات. إن وصلها الشخص هذا أصيب، ونبتعد عنها سلم دنيا وآخرة. وحب أقولكم شيء، وللأسف الشديد نحن طبعا بلدنا جزء لا يتجزأ من العالم، لا يمكن نعمل جدار لبلادنا ونقول خلينا نحافظ على أولادنا، لا، لكن علينا الدور أن نفقه أولادنا، نعلم أولادنا. أعطني علما ورميني بحرا، أعطني العلم، أعطني المعلومة زين، ثم تركني أسبح في هذا الكون. كنا زمان لا تتكلموا، أقولكم أمانة صراحة وعذروني في هذا الكلام، لا تتكلموا عن عيب ما حلو، تكلموا عن الإيدز، حن بعيد عن الإيدز. حتى زادت الأعداد وللأسف الشديد، 90% الأعداد اللي عندنا اتصال جنسي، تصور يعني عالميا ومحليا، والباقي مخدرات. كلمتكم عن نقل الدم، عندنا في السلطنة من 1993 وقفت وزارة الصحة أي دم من الخارج. أنتوا تشوفون حملات دم، أنتم المتبرعين بالدم، كلنا متبرعين بالدم، وقبل قبل هذا الدم يفحص قبل أن يعطى أي شخص. أقولكم أمانة أن نقل دم حالات، ما أقولكم 100% ماشي مسجلة عندنا، لكن لا تذكر، لا تذكر. المخدرات بدأت تقل، حالات المخدرات، أنا ما أتكلم حالات متعاطي المخدرات، أنا أتكلم حالات نقل الإيدز عن طريق المخدرات. ليش؟ وزارة الصحة خلت احتياطها في الآونة الأخيرة، بدأت ما توزع، لا حاشا، لا يفهمني شخص من الأشخاص، أصحاب المخدرات بيأخذوا الدواء وبيحقنوا بعضهم بعض بإبرة واحدة في حلقة يعملون، وبيبتدي كل واحد يقول حق زميله بقي لي شيء من هذا المخدر. من هذا وسط هذا الأشخاص قد يكون شخص مصاب بالإيدز وهو نفسه ما عارف أنه مصاب، بنقل للشخص الآخر. هيش التدابير؟ هيش يسوون هذا متعاطي المخدرات؟ يجون معانا في المراكز والمستشفيات بالليل ويسألوا الإخوان التمريض، حنا أبونا ياخذ سكر، إبر السكر وقاصرات عليه حبتين 3 حبات، ممكن تساعدونا تعطونا؟ إحنا عارفين السالفة، كنا زمان ممنوع، زمان ممنوع لا تعطون، عارفين السالفة، إحنا الآن عطوهم. ما نعطيهم لأجل أن نقولهم إحنا نشجعهم على المخدرات، لا حشة، نحن ما نشجع، وهذا الوطن وحكومتنا ما تشجع أبدا إطلاقا، لا يفهمنا واحد خطأ، لكن نقلل الحالات، وفعلا قلت الحالات، حالات أنا أتكلم عن نقل الإيدز. لكن إيش اللي ما قلت؟ أباكم تسامحوني، بس أنا ما أقولكم من هذا الكلام اللي أحب لهذا الوطن هذا، ما قلت الاتصالات الجنسية، ما قلت الاتصالات الجنسية، الزنا، اللواط، السحاق. خلوني شوية أعرف موضوع السحاق، لأن عدة محاضرات عملتها في الآخر واحد يقول شو السحاق، فقد يكون واحد مستحي يسأل عن معنى السحاق. السحاق امرأة مع امرأة، هذا هو السحاق. فهذه الحالات بدأت تظهر وللأسف الشديد. إذن من وين جاءنا هذا الإيدز؟ من هيبة العالم هذا الإيدز؟ اختلفوا، حتى ما من احنا مختلفين، حتى هم مختلفين. قيل انه جات من طرق القرود من افريقيا، انتقل الى الانسان من القردة الى الانسان. وقيل
وهذا طبعا لها حديث كثير يعني مطول. تعرف ان هناك عندهم دول مفتوحة شوية، الله يعزكم ويكرم ويوكب جنسيا حتى مع الحيوانات ما سلمت منهم بصراحة يعني. وقيل ان هذا فيروس كان مخبى في احد الدول الامريكية او في امريكا، ودمج فيروسين مع بعض ثم احقنوا مساجين موجودين في السجن على انهم يطلعونهم براءة. كان اول مسكون محكوم عليهم المؤبد وانشروهم الى المجتمع، ولا نعرف الحقيقة. اقول كم انا بحثت واستشاريين وسألت، وهذا هو التعريف الموجود بس فقط الموجود. إذن متى جاءنا الإيدز؟ متى وصل الإيدز إلى العالم؟ عام 1981 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن يوجد هناك مرض خطير، وأطلقوا على بعد كذلك الأيام زمان طاعون العصر أجاركم الله، طاعون العصر، وأطلق عليه الموت البطيء. فبدأت الأبحاث. إلى يومك هذا أختصر لكم الموضوع، إلى يومك هذا لم يجدوا أي علاج. الأبحاث، الدول الأوروبية اللي تنفق مليارات الدولارات عشان الأبحاث، بحث في أطباء استشاريين أهل مختبرات كرسوا علمهم للبحث ليل بنهار عشان ينجح ليوصل مثل ما وصل الآن الأدوية لنا. المصيبة أنه ما تستطيع تفرق من هو مريض الإيدز. المصاب الإيدز حال أي إنسان يعيش على الكون، حال أي إنسان. يعذروني في هذا التشبيه، حالي أنا والثاني والثالث، إلا إذا عملت له فحص، إلا إذا عملت له فحص يظهر هذا الفيروس عنده. فأنا أقول لكم بعد قبل فترة من الفترات، وهذا القصص أنا استأذنت أصحابها ولا يمانعون في هذا، قبل فترة من الفترات بلغت عن شابة في أول حمل لها بعد زواجها بحوالي سنة وأقل. طبعا شيء طبيعي أن يكون لها الله يرزقها بولد، فبلغت أنها مصابة بالإيدز. فكيف أطلب هذه الشابة؟ فالاستراتيجية الموجودة وزارة الصحة أن نطلب الزوج ونعمل له فحص. فحصنا الزوج وجدنا مصاب عند المرض، ونقل المرض لمن؟ للزوجة. هو بنفسه ما يعرف، لكن ايش هو؟ هو لو استذكر سيرته الذاتية لوجد انه عنده ممارسات خاطئة. فالمفروض له انه عرف نفسه، الان الحمد لله متوفر كل شيء، الفحص موجود، ما تبي تروح مؤسسة صحية حكومية حتى مستشفى خاص، طمن على نفسك أخي العزيز. فنقل المرض لهذه الزوجة. شو ذنب هذه الزوجة؟ نعم الحمد لله رب العالمين الطفل نزل غير مصاب. ليش؟ لأن أي الدواء هذا عندنا آمن، وهذا الدواء 100% ينزل أكثر عن أقل، استغفر الله 90 إلى 95% ينزل الطفل غير مصاب إذا أخذت الدواء. شوف سنة 2016 العام الماضي 32 حالة حوامل مصابات بالإيدز انتقلها المرض، 32 من 32 31 طفل غير مصاب لأن تلقوا العلاج، وطفل واحد أصيب لأن إيش؟ الأم والزوجة، الزوج والزوجة رفضوا العلاج. طبعا اليوم ما تقدر تقبر حد،
تزخ من يدينا وتدوسونا أربعة أنفار وتسقي الدواء، بتسقي ديك الساعة وبعدين وبعدين لازم تكون عندك قناعة. إذا النتيجة إيش؟ نتيجة الطفل. كيف انتقل الطفل من الأم؟ الأم من وين؟ من الزوج. الزوج كيف؟ عنده ممارسات بالمقابل. بعد نفس الشيء، ما أبر المرأة يا أخوان يا آباء، نحن يمر علينا قضايا غريبة وعجيبة تدمع العين في هذه المسألة. شباب راحوا ضحية، شباب راحوا ضحية الإيدز، فعل فاعلهم نفسهم. لما يجيني الأسبوع الماضي شاب يقول لي أرجوك بعد ما خرجت لي محاضرات، منكم اللي شافه ومنكم ما شافه، بدأوا الشباب الحمد لله بعدهم زين يفحصوا، لكن تعال شوف أنا هني ما جاي أشهر أشخاص، لكن لازم نحط النقاط على الحروف. هذه الحقيقة يا ابني، هيش اللي صار عندك؟ أصدقاء السوء. قال لي أحد أصدقائي، قال لي أريد تذهب معي لأحد دول المجاورة دون ذكر أسماء. رحت نشتري غرض، وإذا بالليل يقول مسترخين تعبانين لمكان بعيد. أنا كنت أتراسل يقول مع أهله أو زوجته أطمن على طفلي مريض، وأدرى بالباب مع الغرفة الفندقة حد يطرقه، أفتح الباب وإذا هو وشاب مع شابات هنتين عمرها ما يقول ما يزيد عن 25 سنة. فيش يقول له؟ ايش يقول؟ يقول اختار لك وحده. اقول لكم شيء واقع، عذروني، قد يكون الناس ما بيعجب هذا الكلام، ولكن اقول لكم هذا اللي حاصل. لان الاشياء شوف، اذا مره نودرها، اذا مرتين نقول لعل ما نعمم على الناس، لكن المشكله المساله قامت تتكرر. اغلب الشباب هذه امورهم. اختار لك شابه يقول نسيت صلاة الفجر ونسيت الاستقامة ونسيت ما أدري إيش ونسيت، والشيطان على طول الصقر فيش هذيك الشاب. طبعا هذه مر علي قبل حوالي ما يقل يمكن سنة ونص هذا الشاب، وقال لي أرجوك ثم أرجوك أريدك تقول بهذا لأي إنسان ولأي مكان ما عمانع، لأن هذا الحاصل وللأسف الشديد. وضرب الشيطان فراسه، قال له خلصت من هذه، اذا انت مصاب بالايدز. فحصت المره الاولى ما مصاب، المره الثانيه ما مصاب، المره الثالثه ما مصاب، لكن ضربه وسواس. ترى شوف، سلمت من شيء ما بتسلم من شيء ثاني. اذا ليش الجا الى المعاصي؟ ليش الجا؟ اكثر عن سنه وأنا عالق هذا الإنسان، حتى بديت أوصله إلى دكتور نفساني. ليش أنت ترمي نفسك يا ابني في هذه المشكلة؟ ليش الشباب يعني ما يفكروا في أنفسهم؟ ليش أصدقاء السوء؟ ليش أنا أدمر صديقي أخوي؟ يقول الشاب والله العظيم هو كلامه، يقول أنا مقبل على الزواج والآن أنا مصاب بالإيدز، جهز كل شيء، المال وكل حاجة وكل شيء، كل حاجة جاهز، وراح يلجأ، راح بس هو فقط حس بحاجة بسيطة، واحد المؤسسات الخاصة على طول سوت لفحص الإيدز وبلغنا نحن أن هذا الإنسان مصاب بالإيدز، طلبوا. والحين تقول يا يتبشرني أنا في الإيدز،
قلت له انا عبد المامور ما لي ذنب، انا جاي اساعدك لعلاج وارشاد وتوجيه، انت بنفسك اللي سعيت لهذا الشيء. فبعض الشباب اللي يجوني ايش يقولوا لهم ربعهم اصدقائهم، يا اخي بعض الحين ما اريد اتكلم يعني بصراحه، لكن المشكله من هول الامور التي موجوده، يقول راح تتزوج روح جرب نفسك، يا اخي مو سياره تجرب نفسك، وهذه النتيجه. لان يا اخوان ما ينعرف المصاب بالايدز، ما ينعرف لا الشاب ولا الشابه، مثل واحد يقول لي يقول الحين ما نختار اي وحده، لو شفت رونقها ولو شفت جمالها ولو شفت سيارتها ولو شفت بخورها ولو شفت عطرها ما دخل هذا الموضوع. هذه الاعراض تظهر بس لمريض الايدز بعد 10 سنوات، حتى وصلوا له 15 سنه ممكن يعيش الانسان انسان عادي ما عليه اعراض ولا علامات، يقدر يطرق اي باب يتزوج. هذا الحوامل الحين 32 زوجات جديدات الحين خلوني واقعيين، لو ياكل يتزوج انا جيت اتزوج يمكن اطمح للثانيه، بتقولي اعطني بطاقه صحيه؟ امانه قولوا لي، مفروض يكون في قانون. نحن وين نمسكهم؟ نمسك فحص ما فحص الحوامل، لان 2009 بدت وزاره الصحه تفحص الحوامل، اول شهر او 3 شهور الاولى 9 حالات، تصور من المسؤول عن هذا؟ المسؤول البيت، المسؤول المجتمع، المسؤول الجامع، مسؤول المدرسة، المسؤول النصح. لما تمر عليه شابة عمر 26 سنة قالت لي الحين 4 أزواج رفضت أتزوجهم، متخوفة ليش؟ قالت أنا مصابة بالإيد. كيف عرفتي؟ فحصتي؟ قالت لا، لأني أنا زمن الجامعة ذي علاقة. ضحك عليها شاب، بتزوجك زين ما في شيء تزوج حلال، هذا لا ما في شيء تزوج، لكن يجي يقولها إن عذروني يعني عشان أوصلكم معلومة ما بالطريقة اللي أنا أريدها، أنا أريد أشتري سيارة من خليفة، أقول أعطنا يا رب السيارة حق من حقوقي، لكن أقول حال المرأة، فتكتشف أن هذا الشاب يستخدم كل أسلوب مع البنات وهي خافت. فحصتها وجدت غير مصابة، فرحت قالت الفلوس معي الوظيفة عندي، لكن ايش مع احترام الشديد لها يعني، وهي لا وهي رسالتها موجودة تقولي ما عندي مانع ان بلغوا كل شابة ان تاخذ حذرها في هذا الزمان، قولوا تكلموا خبروا بلغوا، بس من الامور المتجمدة. نعم عندنا في سلطنة عمان الاعداد قليلة، لكن الرقم اللي بقولكم اياه مضروب في 10 أو 8، لأن في ناس نحن ما مكتشفينهم، يعني عندنا 1684 حالة مسجلة لين 2016، لكن العدد هذا مضروب في 10 اللي ما مكتشفينهم. فكيف مثلا أنت عندك واحد عنده السكر، هو أصلا ما يعرف أنه عنده السكر، راح اي مركز تجاري لقى الشباب مسوين مستشفى سناو ولا مستشفى ابرة ولا شيء مسوين يعني حملة فحص الضغط والسكر، فجأة يكتشفوا هذا الرجل السكر عنده 300-400 وهو ما حاسب نفسه، قال الوالد ولا الاخ السكر عندك مرتفع، قال ما عندي السكر، قال عندنا الجهاز طالع 300، لازم صح ان ما نقول ان عندي السكر ذيك الساعه، لازم نعمل له عده فحوصات، لكن على الاقل شيء مبتدئ او الضغط. انا اذكر كنا مسوين حمله وجدنا حد من الاشخاص
عند الضغط 200/170. هذا عندنا في الطب لازم يحول، يعني لازم يسوي له عناية. يرحمك الله. قال ما حاس غير شوية صداع. كذلك هؤلاء اللي عندهم المرض ما عارفين نفسه مصلة، بس عندهم ايش؟ اخطاء سابقة. فمتى متى نكتشفهم؟ لو سألني واحد متى نكتشفهم هذه؟ لا، في الوظيفة، في الحوامل، في الزواج من الخارج، نكتشف فحص الدم. ذكرنا خليفة هذا الشيء، لا هنا نكتشف. لكن ويش نكتشف؟ عادي يوم يكون الفيروس متمكن مسوي له عصا غاوية هناك ودق له كرسي وما طاع يخوز. صح نحن العلاج اللي عندنا المتوفر غالي، وتبتدي نعطيه العلاج يبتدي تحسن حالته. إذا أخذ العلاج، أنا عندي شباب الآن من 93 قبل لا أمسك البرنامج وهم يأخذوا العلاج، كانوا يأخذوا من الخارج أول بعدين كملوا في السلطنة، لكن ما تقول إن هذا مصاب بالإيدز، لأن الفيروس عنده خلاص قل وخلايا المناعية ارتفعت بالأدوية. لكن المصيب اللي مهيش اللي ما يأخذ الأدوية، هنا المصيب. بس عندنا من 1000 اللي قلت لكم إياه 1684 اللي يأخذ العلاج فقط، عندنا 1183 اللي يتلقى العلاج، والباقي بيعرفني فلان بيشوفني فلان وهو تدمر حالته. شوف بعد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات بتشوفه بدأ يتعب. فإحنا ننصح ونكرر أن نقول حق الناس اللي مثلا شاك في نفسه، الفحص متوفر الآن. استحدثت وزارة الصحة الفحص الطوعي اللي هو هذا، نعم ما 100% لكن 90% قراءة. أنا حقيقة عن نفسي جربته مع ناس مصابين وقراءة تطلع وغير مصابين تطلع، وكررته ما عدة مرات. هذا قطرة دم تضع هنا، نشك بال، خلوني أشرح لكم شوية، بالإبرة هذه البسيطة حتى ما تحس به، قطرة دم ثم نضيف عليه هذا المحلول، محلول ما قطرة عيون ترى، عن حد يقول لي بعدين بعدها بالقطرة هذا، نحط المحلول هذا شوية، خلال أقل من 5 دقائق تطلع عندنا نتيجة مصاب ولا غير مصاب. طبعا لو طلع عندنا، خلينا نكون عاميين بدون يعني شو اسمه علمي، خطين فنعتبر مصاب، لكن نبتدي نعمل له فحوصات قد يكون خطا ونقول عسى ان شاء الله يكون خطا. ولكن انا اقول لكم امانه، جربت عده مرات هذا الفحص وجدته موجود. من نفحص؟ نفحص هذا الناس بدون اسم، بدون ما يفتح كرت، بدون ما اعرف اسمه. انا اقول لكم انسان عندي متواصل الان عندي قدم لي شكر، يعني ان انا اتواصل، يعني ان بشرت انه ما مصاب بين مكان انسان يعني موسوس وكذا، الى الان والله ما اعرف اسمه، اكثر عن 6 شهور واكثر واقل ما اعلم، لكن ما اعرف اسمه لحد الان لاني ما اريد اسمه. متى يت اسمه؟ عندما يطلع عنده الفيروس موجود ايجابي، اريد اسمه عشان ابتدي عالجه او نقدم له العلاج. اما قبل خلاص من طلع ما عنده ما يحتاج ايش اسمه، يكون اسم موجود عندي. متى يفحص هذا الشخص؟ شخص من الاشخاص، نضربكم مثال، يعني قبل 2-3 ايام اغر الشيطان وعمل عمايله، ويا بعد 3 ايام عند الاخوان في ابرة عند خليفة النعبي قال اريد اسوي فحص الايدز. نسويه لحن من حقه بدون ما ناخذ اسمه، لكن ما بيظهر، يحتاج فترة حضانة من 3 أسابيع إلى 3 شهور. نعم الطب يتقدم في الفحوصات، لكن أقول لكم هذا المتوفر، يعني يحتاج من 3 أسابيع إلى 3 شهور. هذا الفترة فترة حضانة، فترة تحضير الفيروس.
في هذه الفترة بيحس نفسه يعني زكام بسيط شوية حمى بسيط يعني ما حتى ما بعض الأطباء يعني أو بعض الناس اللي هم في البرنامج يقولون حتى ما يحس بها ما واحد يمكن سكمان ترى الشتاء داخل ويشك في نفسه ولا شيء لا حاشا لله يعني استبعدوا هذا الموضوع يعني لكن مجرد نوصل معلومة عبرون يعني فيظهر الفحص عنده لكن قبل يومين ثلاثة أيام أنا أقول لكم صعب صعب يظهر طبعا يا أخوان جائحة الإيدز من أكبر الجائحات اللي غزت العالم يعني في العالم 36 مليون فاصل أو 36 مليون و700 ألف حالة مسجلة هذا اللي على قيد الحياة يعني 35 ألف اللي ماتوا من جراء الإيدز يعني لو جمعنا 36 مليون و700 ألف و35 مليون كم يطلع 71 ألف 71 مليون وشي فوق 700 أيضا كذا يطلع أنا تضعيف في الرياضيات 71 مليون في العالم جراء الإيدز طبعا الدول الفقيرة يتعبون في الحصول على أدوية يصفوا يعني ما نقول إحنا بالكلام العام سيد عشان يحصل أدوية نحن الحمد لله رب العالمين والإخوان نشكرهم اللي قايمين في البرنامج هذا هذا برنامج نقص المناعة المكتسب في وزارة الصحة من أقوى البرامج ويقدم خدمة لكن خدمة شكل ما تقول الجندي المجهول أنت ما حاسي بقد يكون المجتمع يعني ما حاس به فوالله حتى نوصلهم البيوت تفضل يا أخي العزيز هادي واصل وبعضهم يقول لا تيني ما أريده فكر بنفسك بكرة بتتعب واحد رفض يأخذ علاج ولما طاح الفراش الله يعزكم لدورة المياه ما يقدر يوصلها ما يستطيع فلما زرته بعد الكلام شوي حتى يتناقص عنده قال يقول أنا ما فكرت أول قلت لي أنا ما نصحتك وما قلت لك خذ العلاج أصبح اليوم مريض الإيدز حال مريض السكر بل أقولكم أمانة كنت أول في بداية محاضرتي أشبت شوي أصحاب الإيدز ليش والآن أقولكم الآن أصبح مريض الإيد يعني مرض غير قاتل أبدا نعم مرض مزمن يعيش سنوات بالدواء بعضهم يأخذ حبة وبعضهم يأخذ ثلاث حبات وبعضهم يأخذ حبتين فقط بانتظام تعال شوف مرضى السكر مساكين كيسة كاملة خبروني على الوقت إذا نوقف زين ما ندلك المهم أشر لي وأنا حاضر زين تعال شوف كم الحبوب من الأدوية مال السكر والله تلقى مالك السكر والكسترول والضغط مسكين الله يعينه زين بينما مريض السكر لا ثلاث حبات وتعطي قوة بتشوفه بعد شهرين ثلاثة تغيرت حالته إذا أخذ دواء بانتظام إذا حسيت نفسك أنت تحتاج العلاج وتحتاج أنك شو اسمه يجب أنك تأخذه المشكلة ما فيه يا أخوان أن هذا المصابين أعمارهم من 20 إلى 49 من هم هذه الأعمار أعمار منتجة متعلمة ما بقول لكم حرام لأن أنا ما قاعد أحرم وأحلل لكن حرام شاب أو شابة تروح ضحية صراحة ونحن بحاجة لهم بحاجة للدكتور بحاجة للمهندس بحاجة للممرض بحاجة لكل طيار بحاجة لكل حاجة من 20 شباب يجون إلى 49 بل أنا التقيت بمرضى عمارهم 70 سنة هؤلاء شادين عزكم الله جنسي مصابين بالمرض وماتوا بهذا المرض طبعا هناك تأذن هذا ان شاء الله طبعا هناك يا اخوانا حاريد اتحدث موضوع الاشاعات وهذا هاجس عندنا الحين في الصحه كثير دائما لازم ناخذ المعلومه من اصحاب القرار
إذا كان معلومة تربوية نأخذها من أهل التربية، وإذا كان صحية نأخذها من أهل الصحة. قبل فترة من الفترات زمان، إذا حد يذكر قبل واتساب، هذا يعني شيء يصعق، شيء ما يدخل العقل. يقول لك دخول 1,000,000 شمامة محقونة بالإيدز إلى سلطنة عمان، أخذوا حذركم وانشروا لك الأجر. كان الرسائل العادية ذيك الأيام، بعيد الشر. كي عمان فيها رجال وفيها أمن وفيها شيوخ وفيها علماء، 1,000,000 أصلا، من هذا بيوفر لك 1,000,000 شمامة بيجيبها من الشام عشان يجيبها حب عمان؟ يعني شيء أشياء. والمصيبة يا أخوان والمضحك أن يجوك شباب متعلمين يتصلوا بك، سالم خليفة، صحيح أن الشمام محكوم بالإيدز، أصلا من بيعطيك اليوم عيد الشر أثر هذا الإيدز ولف مخلاي منزل دخل شي اسمه دخل الشمام؟ أخي شيء ما يدخل العقل. بس أثارت البلبلة وهز رأي العام وانشروا لك الأجر. وكنت اتصلت بحد رئيس البرنامج، اتصلت ببرنامج على الإذاعة، وكان أقدم لكل الشكر المذيع المخضرم الأستاذ خالد الزجالي، فقلت له حقيقة نريد نصلح هذه المعلومة. فقال لي زين بتكلم؟ قلت له لا ما بتكلم، لكن ما عندي طلاقة أتكلم زمان هالكلام، فبخلي رئيس البرنامج يتكلم. فعلا اتصلوا فيه، فيروي قصة مضحكة، يقول والله في أحد القرى في مسقط الراقية، يقول وأنا رايح أصلي الفجر كياس الجح والشمام مرميات جنب درام الزبالة، مسكين ما هاين علي يرميه داخل ولا قادر يشيل هالبيت لأنه خايف بعد يعد أولاد الإيدز، ومني يا أخي شكله مغري. قلت له والله لو حصلتها أنا كان أكلتها. فيا أخوان يعني نشروا أن ما كل إشاعة وانشروا كل أجر، هذا كله ما موجود أبدا إطلاقا. أنا شفنا من استكفي لرفع الأذان، ثم بعد ذلك في الأخوان عاملين يعني مسابقة أعتقد. أهم شيء الفائدة برأيي الأذان أحسن. إذا وقت الأذان؟ الأذان هنا آخر شيء. آخر شيء. طيب الحين بنفتح الآن، أنا تعجبني المناقشة وهي المناقشة أكثر تثري وترسخ. أنا حقيقة عندي قصص كثيرة عن موضوع الإيدز لكن ما أريد أسردها كثيرة، لذلك خلنا نفتح موضوع المناقشة. إذا حد عنده سؤال يتفضل. تفضل شيخي. الحين الأعمال الوردية اللي تشرف على أطعمة المطاعم، نعم، ممكن يجرح نفسه صاحب الإيدز ويسوي الدم مثلا للطعام، نعم، ممكن ينتقل عن طريق، نعم. سؤال جميل. يقول لك يعني مثلا عندك العمال الوافدة جرح نفسه متعمد، طبعا لا متعمد، ووضعها في طعام ثم جيتني وأكلته. أنا هذا السؤال قبل يعني أجي حقيقة سألت فيه أطباء كثير أساس ما يكون من عندي الإجابة. أنا لا تشوفوني يعني هنا قاعد أسوي محاضرة ما أفقه كثير، لكن يقول لك هذا ما يعني ما ممكن، ما مستحيل لكن شبه مستحيل أن ينتقل لهذا الشخص. كان زمان قالوا شخص صاحب مطعم مصاب بالإيدز وجرح صبعه وعصر صبعه، ما خلنا نتكلم بالعامي، دخل علبة الكاتشب. سمعتوا عن السالفة؟ هذا ما صحيح، ما ممكن ينتقل. شوفوا أخوان، إذا جرح شخص مصاب بالإيدز والشخص الآخر جرح نفسه، قيل يعني 0.0 ما أدري كم ينتقل. لاحظ يعني هذا متأكد أنه مصاب، ما بالك أنت إنسان غير مصاب وجرح نفسه وخلى صبع مع صبع الآخر؟ طبعا عدوانية، هذه تستوى عدوانية، يعني نسبة بسيطة. حتى احنا عندنا في الطب شيء اسمه شكة إبرة، بريك نيدل، الإخوان التمريض أحب التمريض عندنا، إنزين. فما في يعني ما نقولكم عالميا ما تسجلت حالات. قبل فترة كان عندنا دكتورة الأسنان تشتغل مع واحد مصاب بالإيدز، فبالخطأ جرحت نفسها من الدم هو. يعني الحين 4 شهور راح نسوي الفحص غير مصابة، ما أصيبت وهو مصاب ونعرف أنه مصاب. لذلك نحن ما نبلغهم،
أمانة نقول لك ما نبلغ الأطباء، بعض الأطباء ما نبلغ لأن بعضهم يرفضوا وبعضهم كذي، في أشياء يعني احتياطي ناخذه. لذلك يروي لي قصة أحد الأطباء الاستشاريين لمرضى الإيدز، يقول جابوا 5 أطباء وقالوا لهم هذا الشخص مصاب بالإيدز، خذوا حذركم وحالة عملية، ويابوا 5 أطباء وعطوا مريض وما خبروا الأطباء أن هذا الشخص مصاب بالإيدز. اللي مبلغين جرح نفسهم صار ارتباك، صح ولا؟ اللي على نياتهم ما صار عندهم، اشتغلوا كأنه إيش شغل عادي. معاي انتو فاهمين القصة؟ فلذلك عودا للسؤال، لذلك يقول أطباء ما ينتقل إطلاقا حتى لو صار عدواني. حتى قيل والدراسة الموجودة الأخيرة إن تصور أنا عندي حالات وأشرف عليها، الزوج مصاب والزوجة مصابة ويأخذوا العلاج والفيروسات بدأت تقل عندهم، ما معناته شوفوا لا قلت الفيروسات وارتفعت المناعة عندهم، ورزقهم الله سبحانه وتعالى بولد غير مصاب. الحين عاد هو ولدي في الصف الثاني، يقولي بكيت لما ولدي راح إيش المدرسة، الذك يعني تلذذ بطعم الزوجية الحلال. كانت مزوجين إن إحنا الحين بدينا نزوج مريض الإيدز بمريضة الإيدز. قد يكون أنتوا قد يكون شخص يصعق، كيف أنتوا تزوجون مريض الإيدز بمريضة الإيدز؟ وهذا الروح سالفة غير. ليش شاب عمرها 20 سنة 25 سنة وشاب عمره 20 25 سنة مصابين هذين، واحد في الشرق وواحد في الغرب، ما يتعرفوا، بيعيش سنوات ما نقدر نتركب لا زوجة عنده رغبة جنسية وعنده رغبة جنسية، بيروحون أقولكم أمانة. لكن لما استفتوا العلماء بهذه الصورة بزوجوا، تم تزويجهم. متى نزوجهم؟ إذا صار الفيروسات مثل أرجع لكم مرة ثانية صارت يعني قليلة أو صفر وخلايا المناعية ارتفعت ويأخذوا العلاج بانتظام، نزوجهم ويرزقوا بأولاد غير مصابين. أنا عندي حالتين زين أو أكثر عن حالتين عندهم أولاد 2 و3، لو بعد غم بطل يعني الأسبوع الماضي بيسووا مباعدة بين الولادات، بيسووا برنامج مباعدة. يعني ليش العلاج؟ العلاج قوي. حصلت في الدول الخليجية إن بنت طفلة نقلها دم بالخطأ مصابة بالإيدز، يعني نقلوا لها دم مصابة لطفلة بريئة، نقلوا لها الدم لكن في غضون يعني 72 ساعة بدأوا يعطوه الأدوية والحمد لله ما أصيبت، ما واحد يوصل الفيروس إلى جهاز المناعة. لاحظوا كيف يعني الطب، لكن لو ظلت يعني 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 أكثر عن 72 ساعة إلى قيل 24 ساعة فممكن تصاب. ففعلا نجحوا حتى يعني سجلت لهم يعني خطوة جيدة، يعني بحث علمي فعلا في حد الدول الخليجية ما في داعي ذكرها، نجحوا في هذا الموضوع. وأعتقد أن في السلطنة بعد حصلت هذا عندنا في هذا السالفة. لذلك حتى نزود من الريدز لا تستغربون، من أحسن نزوجهم ولا نتركهم في الجسم. فالحمد لله يرزقون بأولاد غير مصابين. وأعتقد الأخوان عندهم، أعتقد خليفة عندك أنت حالات كذي، عنده أخونا خليفة طبعا من الناس المسؤولين في البرنامج في في في, في المضيبة شمال الشرقية، كلها شمال الشرقية، تمام آسف شمال الشرقية، عندهم فحوصات وعندهم كل شيء يعني، وما شاء الله يقدم خدماته. وهذا التواضع منه حقيقة، أنا أي وأقدم يعني هذا طفول يعني تطفل إني يعني ألقي محاضرة أمامه يعني صراحة يعني. فلذلك هذا هو حياة الإيدز ودورة الإيدز. كنا زمان ما نتكلم، وما قلت لكم يعني إيش لا تكلموا، لكن الآن يجب نتكلم. أولادنا فلذات أكبادنا أمانة في أعناقنا، أنا أقول لكم وجهوهم كلموهم فهموهم، لا تمنعوهم، ما تقول عيب وجهه. اليوم الطفل الصغير عمره 9 سنوات يسألك صح وما صح، يسألك أسئلة غريبة، يا ولدي من هين جبته؟ من التلفاز، من التلفون، من مشياء يعني، من فوجهه يعني وجهه. التوجيه مطلوب، ما تقول عيب خلاص انتهى موضوع عيب، بصراحة عذروني بالكلام وتصف على وجهه لا تتكلم، لكن وجهه قول له لن يحب، لأن اليوم إذا ما وجهت أنا بيستغل أشخاص وايدين. أهل السوء موجودين، أهل السوء موجودين. في أي سؤال؟ تفضل شيخي. ذكرت من ضمن طرق انتقال الإيدز طبعا السائل منوي، نعم، كيف نوفق بين أنه الجنين ممكن يولد
ما نصاب بالايدز. نعم. يبين انه هذا سبب من اسباب الايدز. نعم. يوفق بين هذا. صح. سؤال جميل جدا، اظن سمعتوه سؤاله. هذا لان نحن عشان موضوع الجنين ما ينزل المصاب لان اعطيناه الادويه، وقلت لكم انا قلت الفيروسات وارتفعت المناعه، فلما ترتفع المناعه وتقل الفيروسات هناك في فرصه، ما اقول لك 100% لكن فرصه اكثر عن فوق 90% انه ما يصاب هذا الشخص والطفل. فالسائل من هو اللي نتكلم عليه؟ في الناس اللي ما تاخذ العلاج، اللي هم بعيدين عن العلاج، اللي اصله هو ما عارف نفسه انه مصاب. في ناس انا اعترفوا شباب عندي شابه، ما اريد اقول قصص المشكله لكن بعض الاحيان تقرر امور، شاب بدال ما تقدم رساله، يعني ايش بقول، رساله وظيفتها، قدمت رساله انها مصابه بالايدز، صعقت. ليش؟ بعد ما انهت الثانويه، بعد ما خلصت الدراسه الثاني عشر، طبعا تبحث عن دواء، عن علاج، عن وظيفه. فما شاء الله كل حد يريد ينهش بلحم هذه الشابه، شابه جميله وسيمه، والكل انا بسوي لك هنا، تريد تشتغلين اي مكان تبي، بس انت تدللي، قولي لي، حطي اشري، تبين هنا 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 هنا، ايش المقابل؟ مقابل جنس. مقابل ايش؟ جنس. في الاخر تصاب بالايدز. فلما جاتني بعد جلسات ارشاديه تعطيني قائمه، والله صعقت وبكيت، افكر في الناس، افكر في المجتمع، افكر في هذا اولادنا. قائمه فلان وفلان 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 وفلان. اذا هذا مثل ما قال الاخ، كيف نعرف؟ كيف نعرفهم هذا مصابين؟ وارجوك ستر علي، وارجوك ما ادري وش، ان شاء الله حاضرين، حاضرين ان شاء الله، احنا خدامكم، حاضرين اللي تريدون احنا حاضرين. لكن المشكله حتى الناس اللي هم وقعوا في رذيلة الزنا ويفحصون هذا الفحص، ما نتركهم، نتواصل معاهم، نقول يا ابني او يا بنتي او يا اخي او يا اختي، ما كل مرة تسلم الجرة. ودائما اكررها في المحاضرة، انت الله انقذك اليوم، بعد ما بنقذك. فواحد يقول لي، عذروا شوي في هذا الكلام، قد يكون ما حلو هذا الكلام، واحد يقول لي لو رجعت، لانه عاش في دوامة وسواس 3 سنوات، وبعد ما طمنت ان ما مصاب ما ادري ايش، قلت له الخوف ثم الخوف ترجع الى سابق عهدك. هو رد علي، اسمحوا لي ذكر، قال بكون حمار، يعني معناته ما اخذت، ما شربت كاس المر صحيح اذا برجع مره ثانيه. جميل جدا، هذا هو. واحد بعد ما اكرم الله سبحانه وتعالى بالتوبه الصادقه، وكنت اطلع عند الشباب، ما بطول في القصه دي، مقصته اكرمه، من ترك شيء لله عوضه الله. يقول 5 سنوات نقدم عشان دراسة في دراسة جامعية، يداوم في احد الشركات. وما الله وفقه. وصادف عنده انه اصيب بوسواس، عنده علاقة جنسية قبل يعني اكثر عن سنة. هو جاء من مكان بعيد متعني، ما في داعي ذكره، ووصل المطار وخط سيارة إجرة إلى مقر عملي أنا ليلتقي فيه بدون ما يتصل فيني، جرأة منه. ثم التقيت فيه فقلت لي يا ابني أو يا أخي، أنت جيت من مكان بعيد، على الأقل اتصل فيني. قال ما بجي، ما بتصل، لأن لو اتصلت أنت يعني قد يكون تقول لي روح مكان الفلاني، وأنا أريد ألتقي فيك، أنا أريد المعلومة. للأسف الشديد بعض الأخوان هداهم الله في الصحة ما توصلوا المعلومة الصحيحة للأشخاص اللي هم وقعوا في هذه المسائل، مع احترام الشديد لهم. الفيروس يختبئ 2 سنين ويخلوا الناس في قلق، فحص في الشهر الأول ما عنده، فحص في الشهور 3 ما عنده، 6 شهور ما عنده، إذن إيش بقى؟ ما عنده هذا الشخص، لكن هو سوى اسمه. ففحصت بهذا الفحص، اقل الفحوصات يعني، وجيت ما عنده، قلت له يا ابني لو تريدني احلف لك يمين انت ما مصاب، لكن المشكله ما فيها، لازم تكون عندي صادق انك انت من سنه ما سويت، لعلك مسوي قبل 3 ايام ويطلع لي بعد 6 شهور المرض مال 3 ايام. قال حاشا لله، والله خير شاهد، اني لا ما اقتربت الا قبل سنه
وما بعود له لاني لاني حتى امي ما قادر اصافحها اخاف اني اعديها وهي ما يعدي. اخوي يقول ما ارب اشوفه مستحي. تعرف يقول ياي معاك انا ومستاجر تاكسي او اقرا سياره اقرا الى هناك وينتظره عشان يحصله. فرجع تايب تايب قال اعلنها التوبه ولابد على الاخوان ان يستمروا مع هؤلاء الناس حتى يستقيموا. ورجع الى الى بلاده ويقول اول ما وصلت المطار كلامه هذا والا اذا باتصال من منسقه الشركه تقول له تم موافقتك بهش بابعاثك لدراسه ما ادري عاد داخل البلاد او خارج البلاد. انها التوبه يا اخوان. ما نقول عيب لكن نقول واحد له خطا ما يستمر في الخطا يرجع الى الله. الله كريم الله كريم. اي سؤال تفضل. لا لا بالاكل لا اذا عن ال... ش... ها لا حليب الام يقول لك لان هذا الجنين صغير يعني الجنين اللثه ماله تعرفه رقيقه او شفافه خلينا نتكلم شفافه. فبعض الاحيان ينتقل اصله موجود في الدم فيصير بعض النساء عندهن يعني افرازات دمويه والحليب داخله يختلط داخله وممكن ينقل هذا المرض. فلذلك تمنع الام الحامل او المصاب بالايدز ان تعطي ايش طفلها حليب. في سؤال؟ هذا الصوب شوف ما نشيطين. التواصل الاجتماعي يتكلم عن التواصل الاجتماعي فهو سلاح ذو حدين هذا معروف عنه فاحنا ما نقدر منه لكن علينا نحن دور في البيت. الواقع نحن اقول لك شوف عزيز الحزيز كنت اتكلم مع احد من اتصالات قال والله يقول لي بين كل فتره يمكن يا اخوان في العمان تل اكثر اكدوني يقول ما بين فتره وفتره نغلق يقول بشكل ما ادري 10,000 20 مواقع. فنحن قلنا لكم بدايه المحاضره نحن جزء لا يتجزا من العالم ما نقدر نمنع لكن نقدر نوجه ولكن مثل ما قال كم بنوجه لكن بعدنا ما نيأس لأن ولدنا عندنا هو اللي بيرفع اسمنا وبيرفع اسمنا واسم بلدنا. نحن نفتخر لما نسمع شاب في سلطنة من سلطنة عمان في أحد الدول ياب الأول صح وما صح أو ياب أي شيء. فلماذا ما نفقه أولادنا بهذا الشيء؟ يا ولدي أنت طالع دراسة أنت رايح مكان الفلاني أنت رايح مكان لازم ترفع رأس بلادنا ما تجيب لنا ياب لنا شو اسمه شيء من الأمراض الجنسية أو ياب لنا وحدة زوجة غير من جنسنا. وهذا حاصل الحين في الموضة الجديدة. تفضل شيخي. لكن إظهار مثل هذه القصص طبعا بدون ذكر أسماء يعني لعل تساهم لأن طبعا الكل يعرف تفشي الزنا وتفشي المصائب هذه وتفشي لعل إظهار مثل هذه القصص مثل هذه المواقف كما قلنا بدون تشير بشخص بعينه يعني يعني لعل تساهم وتحد من هذه المصائب لأنه فعلا منتشرة وتؤدرى طبعا نحن انا اقول لك امانه اللي نشر الموضوع المحاضرات مالي اكثر شيء الشباب الاستفتاء اللي سويناه موضوع القصص مثل ما تفضلت وهي جابت النتائج هي اللي جابت النتائج الايجابيه. فلكن بعض الاخوان هداهم الله يعني يتشددوا يقول انتوا نحن ما شهر بناس
انتوا الان سمعتوا هذه القصص ما تعرفوا من وين، وحتى قد يكون البلد ما تعرفون من وين دون ذكر البلد، لكن موجود يعني موجود هذا الأسف الشديد. فهذه هي اللي حدت، نحن الآن الحمد لله رب العالمين بدأوا الناس تطلبنا، وإن كان بس ما بدأك الدرجة نحن المحاضرين أقول لك أمانة، لكن نوصل معلومة. نحن غطينا مدارس والأخوان قايمين بدور، هذا خليفة حتى يقول في مدرسة، وأحد الأخوة الموجودين هنا كان موجود يقول علق من ناحية دينية جميل جدا. وكنت أنا عند عملت محاضرات أنا والشيخ سالم النعمان تسمعوا به، والشيخ عبد الله بسعيد في جامع السلطان قابوس بالسويق، جامع السلطان قابوس، وحضور مكثف ومناقشات جميل جدا. فنحن الآن بدنا نظهر هذه المحاضرات لأجل ما التشهير والله، وأقولكم أمانة في بعض الإخوان هداهم الله يقول معناته في راسه طالما تكلمت وزارة الصحة معنا حجم المشكلة مرتفع. لا لا تفهم، لا يفهم المجتمع خطأ. نحن نقول الوقاية خير من العلاج. عندما أتكلم عن الصلاة ما معناتها العمان ما يصلوا، لا لا، معناتك أنت تثقف. لما يجيني شاب يعرف يحاورك في الإيدز ويحاورك في الثلاسيميا ويحاورك الأمراض الوراثية، ها أنت لك يعني فخر. أي سؤال؟ تفضل الشيخ ناصر. نعم نعم، حالات وفاة. شوف نحن العدد الموجود عندنا إجمالي كامل من بداية 1984 أول حالة نقل من خارج السلطنة 84 في ليلة 2009 وصل العدد حوالي 2780 حالة، منهم 1684 مثل ما قلت لكم، و84 هذا على قيد الحياة. اللي ماتوا 1096 اللي ماتوا. طبعا كيف ماتوا هذه؟ قدر الله سبحانه وتعالى، منهم حوادث أقولكم أمانة، ومنهم ما أخذوا العلاج والأسف الشديد، وهذا الخطأ الكبير. اللي يأخذ العلاج قلت لكم 1183. الآن بدأنا نكتشف الحالات بين الحوامل، بدأنا نكتشف الآن. نطالب ومرفوع الموضوع أنه لازم يكون قبل لا يعقد القران يكون في فحوصات طبية. ما هي المشكلة في الإيدز؟ المشكلة في الأمراض الوراثية، ثلاسيميا. شوي أزعجنا هذا. Thank you.